بسم الله الرحمن الرحيم. يتحدث هذا الفيديو عن تنظيف القفص من الفاش، وهذا الفاش هي حشرة تؤدي إلى تسييف الطيور وإسقاط ريشها. نقوم بغسل القفص بين فترة وأخرى، ويفضل كل أسبوع، وذلك بوضع الماء في مرشة كما موضح في الفيديو، ووضع عليها القليل من خل التفاح، يكون ملعقة طعام وأيضا ملعقة من الملح. تقوم برش القفص على محيطه والجوانب لأن يتواجد فيها الفاش، وأيضا تقوم أيضا برش الطيور لأنه ليس له آثار جانبية أي استحمامها، حتى تتخلص من الفاش. من فوائد خل التفاح، يحتوي على الكالسيوم والفسفور الذي هو ضروري ويحتوي ذلك، كذلك أيضا على الكبريت والحديد، ويمنع التسييف للطيور وتساقط الريش، وهو علاج ليس له آثار جانبية، ويفضل أيضا إعطاه للطيور في مرحلة طرح الريش في المشربية مرتين بالأسبوع، أو إذا كان الطائر مصاب بأمراض أو بالخط الأزرق. ولا تنسى وضع عظم السيبة أو عظم الحبار الذي يفيد الطيور في الكالسيوم. ونترككم مع الفيديو وهو يتكلم عن نفسه، وشكرا. وأخيرا وليس آخرا، لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة.